تعالي يا سعاد فكريني هكتب اسماء الناس الجداد اللي هنسحرهم السنه دي. ايه ده؟ مالك شايله طاجن ستك ليه؟ البيت فضي علينا يا رمضان. نبي ما تفكرنيش يا سعاد وخلينا في اللي احنا فيه. هقول لك نشيل الاول اسماء الناس اللي ماتوا. هم كلهم كده خمسه سته، ده غير الحاج كريم اخوك. لا انا هقول اسم كريم اخويا لما اجي اصحى الواد جمال. هقول له اصحى يا جمال يا ابن الحاج كريم ورمضان كريم. فك بقى. الله يرحمه كان مالي علينا الدنيا. ربنا يبارك في عياله بقى وعيال عياله يا رب. امين يا رب. انا هكتب اسم الواد ادم ابن جمال. العيال برضو بتفرح لما بتسمع اساميها. بقول لك ايه يا رمضان؟ انت كبرت يا اخويا على اللف والدوران بتاع السحور ده. ايه رايك لو تريح السنه دي؟ كبرت ايه يا وليه؟ ربنا ما يقطعها عادي. اه صحيح، الحاج نبيل جه من السفر. هكتب اسمه واكتب اسم حازم ابنه كمان. والواد ابن حازم ده مش عارف اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ لاقوه باين؟ لؤي، لؤي، اسمه غريب قوي. اوعى تنسى تقول لجمال ان هو يروح يجيب وليد من المحطه. قلت له قلت له. اه واكتب اسم ابن الواد هشام. مش فاكر ده اسمه ايه خالص بقى، ده بنساه على طول. هو ده اللي مش فاكر اسمه خالص؟ اسمه رمضان. انت ناسي؟ ناسي ان هشام لما خلف الواد سماه على اسمك؟ اه صح. المهم المهم دلوقتي بقى انا عايز ورق الشعر اللي انا كتبته علشان هيتقال في السحور. كان وانا عمال اقول يا ربي الورق ده بتاع ايه؟ انت كنت جايبه منين يا رمضان؟ ده من كتاب شعر قديم ايام ما كانوا الناس بيكتبوا شعر في رمضان. هو فين الورق؟ راح فين؟ هو مهم قوي يعني؟ ترميتيه في الزباله يا سعاد؟ انطقي انطقي. والله يا اخويا ما كنت اعرف انك عاوزه. تقلبي الزباله على بعضها وتطلعيه يا سعاد. حاضر. انا بقول لك اهو. حاضر. ها؟ والا هيبقى يوم اسود عليك. لا وعلى ايه؟ حاضر حاضر يا اخويا. حاضر. بيت المهم اللي يخرب قبل بيت الظالم. الو معلش يا جمال، اصل بدور لعمك الحاج على حاجه كده. يا اخويا اصبر نزلك اهو. يلا جمال عايز منك ايه؟ مش مهم، بس الورق مش موجود، شكل الزبال خده. يا دنيا اعمل ايه يا رب؟ اكتبه من تاني؟ اتفضلي اعمل لك كوبايه شاي بسرعه. حاضر. عشان العفاريت بتنطط قدام عينيا دلوقتي. حاضر حاضر. يلا يا عم مات. عيني حاضر، كل سنه طيبين. كل سنه وانت طيب يا عم هشام. انت طيب يا عم مات. كل سنه وانت طيب يا هشام. طيب يا ام وديع. احنا فرشنا اهو، مش قلت لك رمضان بكره؟ الحمد لله، ده انا كنت اشرب العصير اللي بليت. لا يا عم احنا كنت هنشربه واحده. كل سنه وانت طيب يا ابو وديع. كل سنه وانت طيب يا كابتن سامي. كل سنه وانت طيب يا استاذ زيزو. طيب يا عم ماهر، ازيك يا حبيبتي؟ كل سنه وانت طيبه. رمضان كريم يا حبيبتي. الله اكرم يا حبيبتي. خلاص يا عم بقى، يبقى حضر لنا الدكر بتاع الفول اللي انت بتسخطه طول السنه عشان هنهرسه في السحور. لا يا حاضر، بس الواد وديع اصله بيعلق زينه مع العيال يعني. خلاص يا عم بقى اجي ناخده. اتفضل. كل سنه وانت طيب. وانت بقلب صحه والف سلام. ايدك بقى على 1000 جنيه. 1000 جنيه ليه يا زيزي؟ الله، دخلت رمضان. دخلت رمضان ولا دخلت عوارين يا زيزي؟ لا، عايزين نجيب خزين البيت. وبعدين هم 1000 جنيه دول بقى حاجه؟ ماشي يا ستي، يبقى خد بنتك بقى في ايدك وصلها للدرس وانا بروح اجيبها من مركز. العربيه انا جرشتها خلاص يا زيزي، بعيد عن رمضان، هيطلعها تاني ازاي؟ خليها تركب اي مواصله. كلم عم رمضان قول له هوصل بيت الدرس، مش هيعطار. معلش بقى يا بابا متاخره. من عيني يا ستي، واموري عين بابا. خدي هاني، اتفضلي ال 1000 جنيه. راحوا فين اهو؟ انا كده كده هخلي الدرس بعد كده في البيت، بلاها مصاريف. هات بقيت الفلوس. هم 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 كانوا في وسط الخمسات. وديها 200 جنيه. يلا اديها 200 جنيه ليه؟ بتوع ايه؟ الله، بتوع الدرس. هو الدرس بقى 200 جنيه يا زيزي؟ هم 100 صرفها المره اللي فاتت. مش عارف انا، المدارس والمصاريف والصرف، واهالينا ما صرفوش علينا حاجه ليه؟ ما كانوش بيحبونا زيكم، وفي الاخر بعد كل ده بتجيبي لي 50%. 50% ايه؟ هو انت جبت كام صحيح؟ 52%. وعملت بيهم ايه دول؟ قعدت بيهم جنب امك. اعمل ايه؟ هو دول يدخلوا حاجه.
بقول لك يا حاجة نفيسة، هاتي 200 جنيه نجيب سلك ولومت. شوف دي اخر حاجة معايا، الفلوس خلصت، شوفوا هتجيبه منين تاني. يلا اتلم، لسه في حاجات ما دفعتش، هنلم منهم ونكمل تعليم ان شاء الله. اهو الشيخ مسعود بدا اهو عليه شويه تواشيح يا خاله نفيسه من بتوع زمان، انما ايه جامده صوته حلو قوي يا حاجه نفيسه. ده هشام رن عليا اهو لما اقوم بقى، اكيد عايزني عشان احضر معاه العصير. يلا كل سنه وانت طيبين. انت طيبه يا حبيبتي، مع السلامه. شرب القهوه. الذكر فيك طيب والقران بالنور جئت وبالسرور ولم يزل في قلوب الصالحين الصالحين مكان بالنور جئت وبالسرور ولم يزل في قلوب الصالحين مكان رمضان 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 أهلا مرحبا رمضان. ما شغالة؟ لا مش شغالة يعني خلاص، بس حلو بقى. حلو بقى قافي بقى، بس حلو حلو. انزلي بقى يلا. انزل ليه يا واد؟ ما انا حلوه اهو. لا حلوه ايه؟ انزلي. انا مش فاهم ايه اللي طلعها في دماغك قصه السواقه دي، انا مش فاهمها بصراحه. انت مالك؟ الله، انت مش بتاخد فلوس؟ يعني سيبني اسوق زي ما انا عايزه. يا ست انا مش عايز فلوس، العربيه هتتخبط. يا سيدي لو اتخبطت انا هصلحها لك. ده انا عايز افرم نفسي تحت عربيه اني وافقتك على الليله الطين دي. يوه الله. طب يلا نلف من اول الشارع تاني عشان خاطر نلحق نروح. يا رب. طب امشي. ماشي. واحدة أهو. واحدة بقى. اهو اهو. اه يعني امشي امشي. طلع طلع طلع. اه بس انقلي بقى. ما هو طلع. يلا. يعني اطلعي. ما انا شاطرة. اه بس انقلي بقى انقلي. حاسب الرصيف بقى، حاسب الرصيف اهو. انا شايفاه. لا مش مهم تشوفيه، المهم ما تخشيش. شايفاه شايفاه. والنبي الله يخليكي، بس خلي بالك. دخلت في الرصيف العربية باظت، الله يخرب بيت كده. ايه ده، انت هتشتم ولا ايه يا واد؟ هننزل نشوف فيها ايه. ايه؟ اه. اعمل ايه انا؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه انا دلوقتي يا رب؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه يا رب؟ ايه يعني؟ حاجة بسيطة، تترد على البارد. انت كمان عرفتي تترد على البارد؟ الصلاة على النبي. سيبها بقى خلاص، يلا 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 عشان نلحق نروح. انت هتسوقي تاني ولا ايه؟ امال يعني انت اللي هتسوق؟ طبعا انا اللي هسوق. يلا. طب استني نشيل ده ولا هتفرميه تحت العربية؟ ما احنا هنرجع. ارجع كمان هترجعي؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. خشي بقى في لوري بقى، يعني انا عايز المره دي لوري عشان ننهي الليله الطين دي. لا ان شاء الله. مساء النور يا حاج، رمضان كريم. طيب يا سيدي، وعود الايام. ايوه على ما ايه ده؟ عم رمضان بس هتخبطي جوزك وهتبقى ارمله. طب الشر. كل سنه وانت طيب يا حاج رمضان، بعودة الايام. يا نهارك اسود وطيب، انت بتعملي ايه يا وليه؟ بتعلم السواقه. سواقه ايه يا وليه يا مجنونه انت؟ ده بدل ما تقعدي تحضري السحور. ومين قالك ان انت هتركبي عربيه ولا هتسوقي من اصله؟ لا طبعا هسوق وهركب العربية. فيها ايه يعني؟ كتعة انا ولا كتعة؟ ولعلمك بقى انا هروح اطلع رخصة، كل النسوان دلوقتي بيعملوا كده. خد العربية من مرات عمك يا جمال وامشي من وش السعادي، وإلا قسما عظما هدبحك وادبح مرات عمك كمان. فضلي هانم فضلي. انزل يا مرات عم، انزل. الله يبارك لك، جبت لنا الكلام والنوش على اخر اليوم. انزلي انزلي والنبي حد. بقول لك ايه يا عمي، انا عايز 500 جنيه تمن اكسدام العربيه اللي مراتك خبطته. ولا مليم يا كلب ولا مليم، ان شاء الله تكلف 10000 جنيه مع نفسك يا حبيبي. هي بقت كده يعني. رمضان كريم.
اصحى يا نايم اصحى. بقول لك يا مرات عم انزلي بقى، يلا انزلي والله. انت ماسكه في ام الطرق ده ليه ما تنزلي يا حاجه؟ هتيجي ناخد لفه تانيه. لا ما مش عجله هي. اول مره نقعد على السفره لوحدنا على السحور زي اليتامى. انت عايز تروح تتعلمي السواقه تنزلي تشتغلي، تسيبيني لوحدي في البيت بقى؟ عايزين تجننوني يا اخويا. بعد الشر عليك من الجنان. موضوع السواقه ده تشيليه من دماغك خالص عشان خاطري يا رمضان. بقول لك ايه، احنا هنطلع بالعربيه ساعتين ثلاثه كده في اليوم، بدل ما احنا قاعدين بوزنا في بوز بعض طول النهار. يا رب يا رب خدني وريحني بقى قبل ما صوامي المخ تفوت. لا مش موافق يا سعاد، والموضوع ده تشيليه من دماغك خالص، مفهوم؟ ماشي، كمل اكلك انت بس. بص يا حبيبي، انا مش بعمل حاجه غلط، انا عاوزه انزل اسوق كده ساعتين ثلاثه عشان خاطر نزود الفلوس، نزود دخلنا، ودي حاجه مفروض تشكرني عليها مش تزعل مني. عليك مش هاكل يا سعاد. مش هاكل عشان بقى تري مع نفسك وشوفي مين هيرد عليك. استنى بس استنى، اقعد طب كل الزبادي بتاعك. مش واكل الزبادي. طب مش هنصلي الفجر جماعه؟ استغفر الله العظيم، هصلي لوحدي. ارتحتي؟ والله لا سوق وبكره تشوف. يعني ولا حاجه يا اخويا، بقول لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا خميس اطلع خد لك دوش بقى ونتقابل بعد الفطار على القهوه. وانت بسام اشتغل لك ساعه ولا اتنين كده عشان حاج رمضان ما يزعلش. خايف على فلوس رمضان قوي يا اخويا، انت مشارك ولا ايه؟ الحمد لله على السلامه يا صاحبي. الله يسلمك، نورت منطقتك. ما تسرحش وما تفكرش كتير، يلا اطلع انت. ابوك وامك الله يرحمهم اللي ربيتهم بايديا دول انت في السجن، بس كانوا بيدعوا لك يا خميس. يلا اتكل على الله. الله يرحمهم، والله انا كان نفسي اشوفهم قبل ما يموتوا. كل شيء نصيب. يلا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انت مين يا جدع؟ انا اول مره اشوفك هنا. الحق يا رمضان، خميس طلع من السجن. طيب انا عارف انه طالع النهارده. لا ومين اللي جايبه بالعربيه؟ سامي اخويا جايبه بعربيتنا يا رمضان. اه ما اخوك ده بيجي في الهيصه. انا بصراحه مش طايقه اشوفه، انا دريت نفسي منه عشان ما اسلمش. اسلم اسلم ليه؟ ده انا ولا عبره. والله عندك حق، ده احنا ربنا انقذنا منه، ربنا يستر بقى. خلينا دلوقتي في المهم، قول لي اعمل ايه النهارده على الفطار عشان انا محتاره. الف لام ميم. ايوه اعمل مش سامعني بقى يا راجل، رد عليا فكر معايا، انا دماغي واقفه مش قادره افكر. اعملي اي حاجه يا سعاد، انت لو طبخت شويه خشب هاكلهم. سيبيني اقرا بقى. خلاص انا هعمل شوربه عدس. عدس ايه يا سعاد؟ لا طب ما تقول ما تحيرنيش. اقول لك اعملي اي حاجه من برامج الطبخ دي، ما انت طول الوقت قاعده قدام البرنامج. بس انا لسه شايفه وصفه ديك رومي، انما ايه عسل. ايه رايك لو انزل اشتري ديك رومي؟ ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين يا سعاد. يا اخويا حل كيسك شويه، وبعدين ده مش غالي، هو بس اللي اسمه ديك رومي. لا حول ولا قوه الا بالله يا رب، يعني انا وانت هناكل ديك رومي يا سعاد؟ طب قولي فرخايه، ارنبايه، حماميه. لا الحمام بياخد غلبه. والله ما حد مكفرني في عيشتي غيرك. أن لم تنذرهم لا يؤمنون. الواد خميس واقف على الباب، قال يعني الواد له ذكريات هنا.
مسامح كريم يا سعاد، احنا في رمضان وده بوم وماتوا يعني مالوش حد. خلي صدرك واسع وارحمنا يا سعاد عشان ربنا يرحمنا حبيبتي. ايوه يعني انا دلوقتي لو شفته اسلم ولا ما اسلمش؟ من ورا قلبك كده، من ورا قلبك يعني عادي، ده السلام بتاع ربنا. يعني انت بقى بتعلمني الخباثه وانت قاعد تقرا قران؟ خباثه دي مش خباثه يا سعاد، ده اسمه تسامح. تسامح؟ لا اسمها خباثه. خلاص خباثه خباثه. اقول لك اول ما تشوفيه اقلع اللي في رجلك واضربي بيه على دماغه. ها ده انت وليا. لا مش للدرجه دي يعني. الله يرحمك يا حبيبي. ألف رحمة ونور يا أخويا، ألف رحمة ونور. والنبي ما كنت تزعل في تربتك ما كنت عملت الفرن ده خالص السنة دي. أنا تعبانة قوي يا حاج، كبرت عجزت يا أخويا من بعدك، عجزت. بتكلمي نفسك؟ ما قلت لك حوار الكنافة ده ما منوش فايدة، ملوش لازمة أصلا. خلاص قلتها 100 مرة، بلاش تكسير مقاديف يا واد. وبعدين انت مالك انت؟ انا اللي هقعد في الفرن. تقعدي في الفرن وتبيعي بنفسك، ما انت مش لاقيه فضيحه تعمليها لنا في الحاره تقفي تبيعي بنفسك. المعلمه سعديه حضرتك. المعلمه سعديه، انت مالك؟ وبعدين مين هيقعد على الكيس يا واد؟ اي عامل امين ياما يقعد على الكيس، دي مش قصه. وما تخافيش ابوها مش هيعرف. اقعد يا اخويا، نظف يا اخويا في الشيشه. ابوك الله يرحمه لو كان شافك بتنظف فيها كده هنا كان كسرها فوق دماغك. ابوه الله يرحمه كان عارف اني بشر، بس كان مطنش. مش خوف، لا كسوف. الله يرحمك يا حاج، انا من بعدك بقيت يتيم. طب يا يتيم مش هتتلم بقى وتروح تصالح البت ساميه؟ الدنيا على ساميه واللي جابه ساميه، مش هنخلص احنا من حوار ساميه ده، صح؟ مش هنخلص منه. ياما دي مراتي وانا بربيها وعارف انا هربيها ازاي. سيبيني اربيها. طب بص، انا هدخل اظبط الحوار ده، وهو الغراب بيجي عليه وقت يبقى حمامة سلام. ده ايه المثل ده؟ ده انت لسه مألفاه حالا ده، صح؟ لا يا واد، ده مثل من جدود الجدود. جدود ايه ولا يقرب للامثال في شيء؟ ايه اللي الغراب يجي له وقت يبقى حمامة سلام؟ ده ايه ده؟ طب ما هو الاسد بيجي له وقت يبقى قرد. حلوه دي، دميها بقى للامثال بتاعك. والنبي ما قرد غيرك. يا واد عايزين نتلم، لمة رمضان حلوه. خلاص يما، خلاص اللي كان بيلمنا الله يرحمه مات. الفرح مولود يا اخويا. اقرا له فتح يلا. حاضر هرص الحجر. لا اقرا له دلوقتي. هرص الحجر واقرا. سيبه يا واد واقرا الفتحه يا واد. خدها قبل ما نشحن الكارت ده، مش عارفه اشحنه. ماشي اشحنهولك. ده ايه الغلب ده؟ انا عالم للشيخ مسعود شيخ الجامع. ايوه عارفاه من عيوني، بس عشان خاطر ابوك صوته حلو. ازيك يا امان؟ ازيك يا عبيد؟ طرحتين يا اخي اللي طلبتيهم اهم. حلوين يا بت، بكام دول؟ ب50 الواحده. يلا هو اي حاجه تغطي الشعر. حاكم الواد اخويا ده عامل لي هسه وغلبه. ما هو عنده حق، امال هتعيش رمضان بشعر كده؟ وهو ماله يا حبيبتي؟ جوزي وموافق، اما واد بايخ صحيح. شكلك جميل بالطرحه يا امان. بس يبقى انا كده هدخل الجنه على ضمانتك يا عبيد. لا يا اخشي ماليش دعوه. يلا قبل امان هات الكارت قبل ما تخشي الجنه. شوف الواد، بقول لك ايه يا حبيبي، نقف هنا بلاش نرمي ودانا. طب سلام بقى، هبقى حاسبك لما اشوفك بعدين. طب بصي بس، انا هقابلك النهارده في الجامع نروح اصلي التراويح. وانت كمان هتصلي التراويح؟ لا ده انت جنه جنه. سلام. سلام. طيب يا عبيد. وانت طيب يا جابر. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. الحجاب منور وشك. ايوه كده، ايوه كده بقى، خلي الملائكه تخش المحل. ايه رايك قمر؟ يا سلام بقى لو تبطلي الجنس ده هتبقي قمرين. لا يا جابر، انت كده اخويا بقى فوزي مقصر عليك على الاخر. وانا فاهماك، انت عاوز يبقى لبس وحش عشان محدش يبص عليا. اسم الله، انت عزام يبص عليك ليه؟ انا بس اللي بص. بص يا جابر، أنا يا حبيبي ما عنديش إلا لبس الجنس. استغفر الله العظيم يا رب. ماشي، بس عليه بلوزة طويلة، مش هتقول لأ. حاضر، بس خليك فاكر يا جابر، أنت لما جيت تتقدم لي كنت موافق على لبسي ده. يا ستي ماشي، موافق مفيش مشكلة، بس أقضيها كده بالحجاب في رمضان.
الناس في الحاره كلت وشي. لا يا حبيبي مش باللبس، وانت عارف. ما هي المصيبه ان انا عارف. معلش عشان خاطري اقضيها بس بالحجاب الشهر الكريم ده يعدي ونبقى نتكلم. ده انت حتى اسمك ايمان. ما تخلصيه بقى يا ابو ايمان. انت لسه واقف يا ولا؟ انا عارف من قبل ما انت تتحجبي. شوف الواد ماشي هعملهولك. انت طلعت مصيبه. اللهم وفقني في هذا الشهر الكريم لصالح الأعمال، اللهم اقضي لي فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى السؤال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقني في مرافقة الأبرار، اللهم جنبني مرافقة الأشرار، اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك ومن الفائزين لديك ومن المقربين إليك بإحسانك يا إله العالمين. مليني بقى. اكتب الحاج سعيد. الحاج سعيد. ها. ومين تاني؟ عبدالله السواق. مع عبدالله السواق. ومين كمان؟ وعم فتحي السعيدي. فتحي السعيدي. وبعدين الراحة عليا وليا. هو انا مخي دفتر يا اخويا؟ انا بالراحة اهو. كمل انت بس. وعمك محمد ابو منة. محمد ابو منة. ابو منة. يا سيدي يا سيدي ربنا يرحمك يا طلعت. والله مهما حاولوا في اغاني رمضان ما حد يعرف يجيب اغنيه زي دي. اه والله عندك. لا السبر تاني ولا السبر تاني. صدق اغاني رمضان بتاعت اليومين دول حاجه ايه مسخه قوي. هو في اغاني اليومين دول؟ مفيش، هي كلها شويه ادعيه واقلب. مظبوط. السلام عليكم. ازيك يا عم رمضان؟ ازيك يا خالتي؟ ازيك يا حبيبي؟ ربنا يخليك. الحمد لله تمام. ابويا بعت لك دول وبيقول لك كل سنه وانت طيب. ربنا ما يقطعش لكم عاده يا رب. قول لابوك عم رمضان بيقول لك تعيش وتفتكر. حاضر حاضر يا خالتي. عايزين اي حاجه؟ سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. مع السلام. هو انت بتاخدك يا سلي؟ هو احنا شحاتين في ايه يا بنتي؟ الراجل بعت لنا نفحه رمضان فيها حاجه دي؟ مش الدرجات يا ماما، مش جعانين يعني للدرجات دي. الحاج واصف بيبعت لنا كيس كل سنه، مش هنيجي النهارده ونقول له لا؟ يعني هو مش الفقراء اولى؟ بطل لماضي يا بنت، بطل لماضي. اكتب الحاج واصف يا ولادي. الحاج واصف. هو الحاج واصف بينام هو لاهل بيته ولا هي هيئه قوس وخلاص؟ الله يرضى عليك يا بابا، الله يرضى عليك. كفايه موضوع الطبله ده. انت عايزه ابوكي يبطل موضوع الطبله؟ يا شيخه حرام عليكي. طب ايه رايك بقى ان انا اللي خلاني احبه اكتر موضوع الطبله ده؟ مولاي يا كداب. انا كدابه؟ اه كداب. انا اللي بحبها تعود عليها. وبعدين في ناس كتير ما بتصحاش غير على صوتها. يعني انت عاجبك يا بابا العيال اللي متشعبطين في جلابيتك وانت ماشي وبيعملوا زيت حواليك؟ عيال دول احباب الله، ملائكه ماشيين في الشارع مش شياطين قاعدين في البيوت. شفت يا بابا لقيت لك ايه؟ الجلده اللي بتطبل بيها. الله عليك يا بنت يا والله انت اللي فهماني في البيت ده. بابا عارف لي فين صاحبتي؟ بنت عبد العال. اه عارف. والنبي ما تنسى تقول اسم ابوها لحسن موصياني موت. عينيا. شايفه اديني كسبت ثواب. انت ملزقه قوي يا بت. بس يا بت انت بقى صدعتينا. كنت هنسى. خدي خدي ال 20 جنيه دول تجيبي ب 10 جنيه فول خمس اكياس كل كيس ب 2 جنيه وتجيبي ال 10 جنيه الباقيه. ايه اللبخه والحسابات دي يا ماما؟ في ايه؟ وبعدين لسه راجعه من الشغل وتعبانه ولسه مغيره هدومي مش هغير تاني، وبعدين انا اجيب فول؟ ايه ده؟ القرف ده. تعالى يا بت هات ال 20 جنيه. كنت طبعا قلعه مش لابسه. ها؟ لا ده انا يا دوبك هتوضى عشان العشاء هتدب. اي حاج بتبص لي ليه؟ هو انا اللي هنزل اجيب الفول؟ لا يا اختي انا لابس، انا هجيب الفول.
اتخلص ياد بقى. حاضر يا معلم. هرحوس على اللي انت عامله في الشقة. ايه ده يا حناوي؟ ده رقيقة وليه ده رمضان، كل سنة طيبة. وانت طيب يا اخويا، بس الكلام ده في الشارع، في القهوة، مش هنا. انزل يلا. استني بس، طب نعلق فرع كده بعرض الشقة كده يعمل منظر؟ صح يا معلم. صح ايه؟ انزل يلا. خلاص خلاص انزل يلا. خد السلت ده وانزل. بص عايزك تمنجه لي القهوة، عايز فرح فرح. ايه ده؟ طب ما انت جايبه قدره فول اهي بحالها، وما هي الفوله ملقعه على الناصيه، الحاره مليانه فول. لا ما انت عارف انا ما احبش اكل فول الا اللي انا مدمساه، بيبقى طعم كده يا اخوي. كل سنه وانت طيب يا هنوش، والسنه الجايه تكون انا وانت على عرفه في رمضان. هما بيقفوا على عرفه في رمضان يا اخوي؟ احنا هنوقف والراجل ينزلنا. زعلانه منك يا حناوي. لا يا بنت زعلانه في ايه؟ أول رمضان من 5 سنين تنسى أهم حاجة في رمضان. نسيت إيه؟ زينة وعلقتها، فلوسه مديك عشان تجيبي حاجة رمضان، نسيت إيه؟ فانوس رمضان يا أخوي. خضتيني. تفتكري برضو أنا أنسى أهم ست في حياتي؟ الله، ده صغير قوي بس دمه خفيف. استني كده لحد نص رمضان، لو عرفنا ندخل من باب الشقة منه يبقى ليه كلام. مش فاهمك يا استاذ سعيد، استنى ده رجاله. جابر جابر يا ابني، في حد ينام ليلة الوقفة؟ قوم. الله اكبر. يا عم نام ايه؟ مش سامع صوت عمك كريم يعني؟ استغفر الله العظيم يا رب. نبي يا رب، نبي يا رب يجيب حد غيره يقدر احسن، دول 30 ليله هيبقى صعب. دلوقتي الولد سعيد بيسالك ياخد كهرباء من العمود ولا من الكوفريه؟ وانتوا بتسرقوا الكهرباء يا جدع. يا عم انا خارج له، خلي بالك بس من الخيار اللي في البرميل ده، عشان لازم يقعد يومين. قوم قوم فرسان. طيب قوم. طيب يا اخويا. يلا بقول لك ايه؟ رمضان بكرة صوم شهر. طيب أنا أصلي العشاء. ها؟ ماشي يا أخويا. سلام عليكم. بص يا أبو العلة والنبي. الله. بقول لك إيه صحيح؟ إحنا الوصلة دي أنا خدها منين؟ يا عم في الخباثة كده، خدها من العمود ده وخلاص. بس الحي لو عاد الصبح هيعمل لنا محر. يا عم حي إيه؟ حي على الفلاح. ولا أنت ما بتحبش الفلوس يا سعيد؟ بحبها. بس مش عارف هي ما بتطقنيش ليه؟ يعني يمكن تطيقك بخلقتك دي يا سعيد. وبعدين عمال الحي هيبقوا صايمين بكره، ولو عدوا علينا تبقى البلد فاقت ورحنا في داهيه يا سعيد. على رايك، ما دام الموضوع كده عامل لك فرعين نور قدام باب الدكان. اعمل اللي انت عايزه يا سعيد، بس سيدنا نام، سيدنا نام والنبي. طب وصلاه العشاء يا عم الشيخ؟ ما هي ممدوده للفجر يا سعيد. وسيدنا نام بقى حبيبي عم جابر. بسم الله ما شاء الله، ده المسجد بيتملي في رمضان اهو. موسم بقى، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا خمس. ايه ده الميضه مليانه زحمه؟ خلاص وقف شويه بس. ها الجو ده طبعا مش موجود في المانيا. لا في مساجد هناك بس مش بالروح دي. طب ايه، مش هنلحق نقعد معاك قبل ما نسافر؟ لا مفيش سفر تاني، انا قاعد هنا مش ماشي، كفايه سفر وغربه بقى. صدق عندك حق، مش احسن من وطن بني ادم، خصوصا لو يكون الوطن ده زي مصر. والله تعرف ان ام الدنيا امال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب. سنه طيب يا حمايه. ازيك خميس؟ حبيبي سنه طيب. طيب عن اذنكم هتوضى انا. رمضان كريم. الله اكبر. لا عامل ايه يا خميس؟ الحمد لله. بس ايه؟ عم كريم يعني ملعلع ومراجق المنطقه. ملعلع وبالك كده لما تلعلع زيه. ايه خميس؟ ما حدش بيشوفك في الجامع غير في رمضان ولا ايه؟ طب اهو الحمد لله في تحسن اهو. شوية شوية إن شاء الله ربنا هيكرمني وتلاقيني قاعد في الجامعة ده كل يوم، لا شغل ولا مشغلة. قادر يا أخويا على كل شيء. هي مش هتتوضى؟ أنا طبعا هتوضى. اتفضل حضرتك. استنى الزحمة بس كده. إيه ده موبايل فين؟ موبايل. حلو قوي كده. بنت ولاء. نعم يا بابا. نورت أهي. أيوه كده حلو قوي يا بابا. العيال دول مأجرين قد إيه؟ حاجزين نص ساعة. ماشي.
لو بعد النص ساعة خمس دقايق ماشي، إنما دقيقة بعد كده ما يضحكوش عليك ولا يقولوا لك لاست ولا تاتش. أهم حاجة خلي بالك من الدقيقة الأخيرة دي. خلاص يا بابا حاضر. خلاص اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا بنت يا زيزو؟ وده لبس رمضان بقى ولا ايه؟ قلت ده شعري في شهر رمضان، شهر كريم، خلينا غط النظر. غط النظر؟ غط النظر دي بتاعت الرجاله. يا ريت ربنا يكرمك وتغطيه طول العمر. لا اغطيه ايه طول العمر؟ حاولت يا اخويا ما قدرتش، لكن كاتم على نفوخي وهموتني. ايدك على 200 جنيه. وليه العكننه دي يا زيزو؟ هو قال لي ليه؟ عايز اجيب تموين رمضان، البيت زي ما انت شايف على البلاطه ما فيهوش حاجه. عايز اجيب شاي وسكر ومكرونه ورز وزيت وسمنه وشويه ملوخيه ناشفه. ولا ناشفه ولا طريه، بقول لك يا زيزي انت اطلبي مني طلباتك ما تدخلينيش في متاع. قولي لي عايزه كيلو رز اجيب لك كيلو ونص، عايزه بخمسه جنيه عيش هجيب لك بسبعه جنيه، انما تحسبت بقى دواخيني يا ليمونه ونصبه وضربه وطرحه اقول لك معيش ولا مليك. تعالى هنا، رايح فين؟ ايدك على الفلوس. بص يا عزيزي يا اختي، انت لو ضربت غطس في جيوبي كلها ولفتيها مش هتلاقي غير 50 جنيه، فتشي بنفسك يا عزيزي اهو. طب طلع يا اختي. هتلاقي 50 جنيه نايمه على جنبها. ما تطلعها وانت بتسميتها. اهي 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 دي ماتت مش نايمه. خد يا عزيزي 50 جنيه ودول يعملوا ايه بقى ان شاء الله؟ يعملوا كتير يا زيزي، خليهم معايا انا واطلب اللي انت عايزاه، لو طلبت لسان العصفور هجيبهولك. لسان عصفور؟ هات يا اخويا انا اجيب لك، انا لبن العصفور. بيتي يا ولاء. نعم يا ماما. تعالي يا بنت. نعم. العيال دي مأجرة قد ايه؟ مأجرين ساعة. يبقى تيجي معايا مشوار لغاية السوق لغاية ما يخلصوا. طيب طالما احنا رايحين السوق يبقى لازم تجيبي لي فانوس. بقولي لابوك يا فالحه يبقى يجيب لك هو فانوس. ما انا لسه قايله له، قال لي قولي لامي. قال لك كده؟ اه. من كله على دماغه. اوعى الفولت العالي. اه دي ستك زيزي بس بالزي الجديد. محترمه. غطت شعرها عشان رمضان. رمضان؟ هم دول بتوع رمضان؟ اصلها كانت بتشتغل رقاصه. استغفر الله العظيم. وبطلت. بس بقت بتفصل بيضة الرقص للرقصات. هي كده الوحشة انتابت. يا عم بكرة رمضان وانا السنة دي عامل ذنوب ياما. صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. هنقعد احنا اسبوع بقى عشان نركب فانوس صح؟ ويلا اللمبة دي عايز لمبة أكبر. يا عم بس ما تزوق. لكن البلا في سحلتك. وانتوا خلصوا مش هنقعد ساعة نرص في الحاجة دي. حاضر يا معلم. وهات لي البضاعة اللي جوه. حاضر يا معلم. يعني هكون هتسحر ايه يعني يا مدحت؟ سحور المصريين، فول وجبنه وزبادي. وبعدين هو انت عايز ايه؟ طب ما انت عارف ان انا بتسحر لوحدي من يوم ما بابا وماما توفوا وانا قاعده لوحدي. توفوا؟ هما مين دول يا بنت اللي توفوا؟